مسؤولينتا دولادا هوسي دقمدا برعو ايا سميي او لالا بلادان او لغو بابين ايو سيرياشا يبرا سيدا شرعي دارادا اهلو او تاي كواسيو تولادا نغلا بيشا دقمدا برعو كسميي بانين يو قويد او لاليه سيرياشا اها مايركا دقمدا برعو محمد مرادو هو قامين اي وفتيقان واي قايبكا اهايين غاركم دا حلبانا دا قلاها ديگان كي دقمدا برعو سراكيل كسعوتي وزارد دا ديگان كي يوهر مارين ترهرميقا يا تلمامين عان لغدو القادن دونين داسكا سيدا شرعي درادا إساقا اوضان يدولكا بانان تلابان ايكا قادي دوران اوميل والبان نين كستابا انتو كيلومتر سكوارا مالابا كيلومتر سكوارا انتو اوتي عان حولي هنا حبا يراتي انا قلك اولو هرتاقين يهي مركا قدين يو هنقول له هرتاقين لنا عاكلانا دولة دوهو سيد دقمة دابرعا وكو قدا جرتا ولوليه ايقو مقا عدرتي موچين تبريع دقود دقمة دابرعا ايا عيد كاقاد كسامي سي قايبا كميدا شاريعيا دي يودوين كاهل بولاها او اي سوسعود كاقاديد كي يداد كي يمقالا دابرعا ما يركا دقمة دابرعا وكو حيقين كيسا يحليبان لك ايقو سيس كميدا او تلمامي ان لغا مارمان اي تاهي موچين تبريع دا مقالا دا وحانا اي فارين ادقو ديرين داد كالصندقة دها iyo barandayaasha waaweyn ku la suuqyada ugu baaqeen inay u soo socdaan isla markaana faray inta ka horreysa inay ka gurtaan gudiga arimaha bulshada ee dawladda hoose degmada Burco oo kaashanaysa waaxda hay'adinta dawladda hoose ayaa saaka gubay la afartan waashay dhacay oo isugu jira daawooyin aanaha ciyaalka qaar ka mid ah waxyaalaha qurxinta dumarka kuwaas oo ka gubay meel ka baxsan gudaha magaalada Burco gudoomiyaha arimaha bulshada ee dawladda hoose Khadar Nuux iyo xildhibaan Saciid Axmed Raago oo ka mid ah gudiga arimaha bulshada ayaa ugu baaqay ganacsatadu inay ka waatoobaan waxyaalaha dhacay ee ka iibinayaan dadweynaha waxaana ay ku celiyeen inay tallaabada ka qaadi doonaan cidda ay ku soo qabtaan iyagoo alaabo dhacay iibinaya xubna iyaguna ka mid ah hay'adinta burca ayaa tilmaamay in markani tahay markii shanaad ay gubayaan waxyaalahan dhacay Cabdisaaq Faare Cabdillaahi Telefishka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Burco